يقول: هل يجوز الطواف وصلاة تحية المسجد في وقت واحد، أم أنه يطوف لكل دخول أو صلاة، وهل يجب كل واحد منهما؟ الطواف تحية القادم، تحية القادم إلى مكة أول ما يبدأ به الطواف، أما المقيم فإنه يصلي ركعتين ويجلس إذا أراد أن يجلس، يصلي ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد إذا أراد الجلوس، إنما الطواف تحية القادم أول ما يقدم، فتحيته الطواف. نعم.